بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أهلا بكم طلاب الصف الأول الثانوي مع حل تطبيقات على التشبيه من كتاب لكتاب عبران صفحة 14. أجب عن الأسئلة الآتية. قال الشاعر: بدت قمرا له حظ الليالي وجسمي في هواها كالهلال. قدر على الترتيب وجه الشبه في كل تشبيه ورد فيها البيت السابق. بدت قمرا أي ظهرت قمرا أي هي قمر. طبعا وجه الشبه هنا في أن هو يشبه محبوباته بالقمر، وجه الشبه هنا الجمال، ما فيهاش استدارة ولا إضاءة ولا استدارة، بمعنى على طول بعد استدارة إضاءة استدارة يتفضل عنده واحدة بس الجمال. غي ليالي هنا طبعا الظلمة لأنه وصفها بظلمة الليل، هواها الهلال الايه النحافة، يبقى احنا هناخد رقم ألف. رقم اثنين: ميز مالي التشبيه الذي توافرت فيه ثلاثة أركان فقط. التشبيه إذا توفر فيه أربعة أركان فهو تشبيه مفصل، لم يوجد وجه الشبه أو أداة التشبيه فهو تشبيه مجمل أي ثلاثة أركان. قد يبعد الشيء من شيء يشابهه، إن السماء نظير الماء في الزرق، أي السماء تشبه الماء في الزرق، دي أربعة، يبقى احنا هنستبعد ألف. كم وجوه مثل النهار ضياء لنفوس كالسيل في الإظلام، ده كده تشبيه تمثيلي. يا شبيه البدر في الحسن بعد المنام، هنا برضو هنا ثلاثة. بقلوب كأنها من جبال وأكف كأنها من بحار، أكف كأنها بحار، يبقى ده كده اشتمل على ثلاثة، يبقى هناخد رقم د. اتنين خدنا رقم د. ثلاثة: ميز مما يلي التشبيه الذي جاء فيه الأداة في صورة الفعل. طبعا أداة التشبيه إما تكون حرف مثل الكاف وكأن، إما تكون اسم مثل مشابه شبه نظير مماثل محاكي. اما الفعل فهو يشبه يماثل. انت عندي كليلة القدر في القدر لكن لا تستجيب دعائي، يبقى ده كده حرف الكاف، ده حرف. وكنت الشمس تظهر كل يوم ولا تكن في التغيب كالهلال، هنا طبعا الكاف حرف الكاف. كأن أخلاقك في لطفها ورقة فيها نسيم الصباح، طبعا أيضا كأن حرف، يبقى احنا هناخد رقم ثلاثة. خدنا رقم ألف، ثلاثة خدنا ألف. أربعة: التشبيه الذي لم تكتمل أركانه، لك سيرة كصحيفة الأبرار طاهرة نقية. لك سيرة مثل صحيفة الأبرار طاهرة، يبقى ده اكتمل الأربعة. وفضائل وضحت وحلت ربة فهي الكواكب في سنة ومثال، هي الكواكب في سنة ومثال، ده ثلاثة. هنا هي المشبه والكواكب المشبه به في العلو والارتفاع. والخيل تشهد لي أني أكفكفها، والطعن مثل شرار النار يلتهب، الطعن مثل شرار النار يلتهب، ده مكتمل أركان. كأن قلوب الطير رطبا ويابسا، بدا وكرها العناب والحشف الباني، إلى الأربع أركان، يبقى أربعة هناخد رقم باء، إن هو التشبيه الذي لم تكتمل أركانه. خمسة: ميز مما يلي التشبيه الذي لم تكتمل أركانه، هي الشمس بعدا في المكانة وبهجة ولكنها في الفرع ذات ظلال، يبقى هي الشمس بعدا، ده لم تكتمل أركانه، ثلاث أركان. أنت كالبحر في السماحة والشمس علوا والبدر في الإشراق، ده مكتمل الأركان، مشبه مشبه به أداة التشبيه وجه شبه. لا أخو نفسي على دماء زكيات كقطر الغمام طهرا وجودا، أربع أركان. وأنت كالدمية في شكلها وحسنها الخالد خلد النجوم،
يبقى خمسة هناخد رقم ألف. هي الشمس بعدا في المكان وبهجة، ولكنها في الفرع ذات ظلال، التشبيه الذي لم تكتمل أركانه. يبقى خمسة خدنا رقم ألف. ستة، ما اسم ما يلي التشبيه الذي حذف منه وجه الشبه؟ كل نفس فيها عزائم وسني، فهي كالغيب لا تبين لرائي. هنا ظهر او ذكر لنا وجه الشبه. بعض الرجال كقبر الميت تمنحه اعز شيء ولا يعطيك تعويضا، برضو ذكر هنا وجه الشبه. ان الذي قسم البلاد حباكم بلدا كاوطان النجوم مجيدا، كدت اقول البدر شبه لها اجعلها كالبدر حاشاها. هنا طبعا لم يذكر وجه لم يذكر وجه الشبه. يبقى ست خدنا رقم د. سبعة، صفحة 15 من كتابنا كتاب البرهان. ما اسم يعني التشبيه الذي ذكر فيه وجه الشبه؟ وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي. ليل كموج البحر أرخى سدوله، يبقى ده مكتمل الأركان وذكر وجه الشبه. لو صرت من سقم من سقمي شبيه، لو صرت من سقمي شبيه سواك، ما اخترت من دون الانام سواك. يبقى هنا ذكر اداه الايه؟ اداه التشبيه. اعوام الاقبال كاليوم في قصر، ويوم الاعراض في الطول كالحجج. هنا ذكرنا وجه الايه؟ الشبه في القصر. تحيط به كالنمل في البر خيله، وتملأ آفاق البحر مراكبه. يبقى سبعة هناخد رقم جيم. التشبيه الذي ذكر فيه وجه الشبه. تمانية، لا تسر بطيئا كالسلحفاة، واسع كالنمل منظما. ميز المشبه في العبارة. لا تسر أنت، يبقى هنا المشبه ضمير مستتر، فش بطيئا ولا السلحفاة ولا النمل. طبعا السلحفاة مشبه به، النمل مشبه به، بطيئا وجه وجه الشبه. اخذنا رقم ألف. تسعة، قال الشاعر والشمس من بين الأرائك قد حكت سيفا ثقيلا في يد رعشاء. ميز المحذوف من أركان التشبيه في البيت. الشمس كسيف ثقيل قد حقد، يبقى السيف كسيف ثقيل اللي حذف هنا وجه وجه الشبه. يبقى تسعه خدنا رقم د. عشره، قال الشاعر اذا عبتها شبهتها البدر طالعا، وحسبك من عيب لها شبه البدر. ميز المحذوف من اركان التشبيه في البيت. إذا عبتها شبهتها البدر، يبقى هنا وصف بالبدر ولم يذكر وجه الشبه، يبقى هناخد رقم د. 11، اليوم طويل، ضع الجملة السابقة في أسلوب تشبيه مستوفي الأركان. ينفعش كأن اليوم طويل، يبقى هنا لم يذكر المشبه. هذا يوم طويل كشعاع الشمس، ذكر الأربع أركان. يبقى يوم كشعاع الشمس طويل، يبقى وجه الشبه هنا الطول، يبقى هنا اكتمل الأربع أركان. ما أشد هذا اليوم، ده تعجب، إن طريقتك مثل هذا اليوم، يبقى ده غير مستوفي، يبقى أنا هناخد رقم 11، خدنا رقم ده. قال الشاعر فأنت غمام والزمان خميلة، وأنت سنان والزمان قناة. من صورة التشبيه البليغ في البيت السابق؟ أنت غمام، أنت ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ، غمام خبر، الزمان خميلة مبتدأ وخبر، أنت سنان والزمان قناة. أربع تشبيهات بليغة صورة التشبيه المبتدا والخبر. يبقى 12 خدنا رقم ألف. 13، قال الشاعر أفي الوغى ورحى الهيجاء دائرة،
تحصون من مات أو تحصون ما سلم. ميز صورة التشبيه البليغ في البيت السابق هنا المضاف والمضاف إليه، راح الهيجاء المضاف والمضاف إليه، يبقى احنا هناخد رقم ب 14. قال الشاعر: وتقدم أقداما ليوسف وتنثني، وتدير علما بالوغى وتعقبي. ميز صورة التشبيه البليغ في البيت السابق: تقدم فعل مضارع، اقدام قول مطلق، يبقى هنا صورة التشبيه البليغ هي المفعول المطلق. انت تذكر الفعل ثم تذكر مصدره، يبقى هنا صورة التشبيه البليغ المفعول المطلق. قد رقم جيم 15 صفحة 16 من كتاب البرهان، التدريبات على التشبيه. قال الشاعر: ورفرف روح غريب الجمال بأجنحة من ضياء القمر. ميز صورة التشبيه البليغ في البيت السابق: مبتدأ وخبر، مفيش مبتدأ وخبر، ولا مشبه به مجرور بمن. هنا طبعا المشبه من ضياء القمر، يبقى مشبه مجرور بحرف الجر من، يبقى 15 خدنا رقم جيم. قال الشاعر: لو لم تكن قمرا ما ظهرت لأعين الناس في ليل من الشعر. ميز صورة التشبيه البليغ في البيت السابق هنا من الشعر، الليل من الشعر، يبقى مشبه به مجرور بمن، يبقى 16 خدنا رقم ب 17. قال الشاعر: وتلك لآلئ أم أماني نفسه، وذاك ظلام أم هموم الممالك. ميز صورة التشبيه البليغ في البيت السابق: مبتدأ وخبر، ما فيش هنا مبتدأ وخبر، ولا المضاف والمضاف إليه، هنا المعطوف والمعطوف عليه، يبقى 17 خدنا رقم جيم. ذاك ظلام أم هموم الممالك، طبعا أم حرف إيه؟ حرف عطف، يبقى المعطوف والمعطوف عليه، يبقى 17 خدنا رقم جيم. 18. قال الشاعر: بسمت كوكبا وسرت نسيما، وشدت وشبت بلبلا وفاهت خطيبا. ميز صورة التشبيه البليغ في البيت السابق: مبتدا وخبر، مضاف ومضاف اليه، مفعول مطلق، الحال وصاحبها. هنا طبعا بسمت كوكبا حال منصوب علامه نصب الفتحه، سرت نسيما، شدت بلبلا، فاهت خطيبا، يبقى الحال وصاحبها. خدنا رقم دام. 19. ما اضوع النصح عطرا، وما اسوا اللا مبالاه ثوبا. النصح عطرا، هنا طبعا ده اسلوب تعجب، لكن النصح مشبه وعطرا مشبه به، وهنا صورة التشبيه البليغ ان هي كده التمييز، لان احنا هنعرف عطرا تمييز، يبقى 19 خدنا رقم الف التمييز. قال الشاعر: خلق كأمواه السحاب مطهر، وسريرة كلآلئ الأصداف. هنا بيصف ان خلقه طاهر ونقي مثل السحاب، وسريرته اي داخله مثل لآلئ الأصداف. ميز نوع التشبيهين حسب ورودهما في البيت على الترتيب: خلق كأمواه السحاب مطهر، ده تشبيه مفصل، يبقى احنا هنستبعد باء ونستبعد جيم، اتفضل عندي الف واتفضل عندي دال. سريرة كلآلئ الأصداف، ده السريرة المشبه، المشبه به لآلئ الأصداف، أداة التشبيه الكاف، يبقى هنا اشتمل على ثلاث أركان، يبقى تشبيه مجمل، يبقى 20 خدنا رقم ألف. 21. قال الشاعر: حسبت أن العمر بحر هادئ، فرأيت موج البحر كالبركان. ميز نوع التشبيهين حسب وردهما في البيت على الترتيب: العمر بحر هادئ، يبقى انت تصفه بانه هادئ، يبقى تشبيه مجمل. هنا طبعا العمر بحر في الهدوء، يبقى هنا خد مجمل، كمل على مشبه، مشبه به وجه الشبه. الصورة الثانية: موج البحر كالبركان،
هنا تشبيه ايضا مجمل ما فيش وما ذكرش وجه الشبه، يبقى احنا هناخد 21 خدنا رقم د. 22 قال الشاعر: اذا شبهته بالغيث جودا ونصب السيف عزك في الخطاب. ما اسم التشبيه في الشطر الاول وسر جماله؟ شبهته بالغيث جودا، يعني هو الغيث جودا، ده كده تشبيه مفصل وغرضه التوضيح، تشبيه مفصل وغرضه التوضيح. يبقى 22 خدنا رقم د على التشبيه المركب من كتاب مكتب القرآن صفحه 22. التشبيه المركب يقصد به التشبيه الضمني والتشبيه التمثيلي. واحد: اجب عن الاسئله الاتيه. قال الشاعر: باطن الامه من ظاهرها، انما السائل من لون الاناء. حدد مما يلي نوع التشبيه الوارد في البيت السابق: بليغ، تمثيلي، مجمل، ضمني. طبعا هنا في هذا البيت الباطن، باطن الامه مثل الظاهر، سائل من لون الايه؟ من لون الاناء. يبقى هنا التشبيه يعني ما فيش طبعا خيال، يبقى تشبيه ايه؟ تشبيه ضمني. 2: قال الشاعر: لا تقتلي رجلا يراك لما به مثل الشراب لغلة الظمآن. هنا يوضح حالة أو العاشق مثل بصورة الشراب الذي يسعى إليه الإنسان الظمآن، عطش الظمآن. وهنا تشبيه تمثيلي، الصورة الأولى الصورة الثانية بينهما أداة تشبيه. نوع التشبيه الوارد في البيت السابق: ضمني مجمل، تمثيلي مفصل. يبقى أقول تمثيلي، يبقى 2 خدنا رقم جيم. 3: قال الشاعر: وقد صار هذا الناس إلا أقلهم ذئابا على أجسادهن ثياب. ميز نوع التشبيه وحدد أركانه. الناس ذئاب، الناس ذئاب، شبه الناس بالذئاب. هنا بليغ، المشبه أقلهم المشبه به ذئابا، طبعا هنا المشبه هو الناس. مجمل والأداة إلا، ما ينفعش أداة إلا، إلا أداة استثناء، يبقى بعيد نباء. مجمل مشبه هذا ومشبه به ذئابا، وجه الشبه أقلهم طبعا لا ينفعش، يبقى هناخد رقم جيم. تشبيه بليغ، المشبه هذا اللي هو المقصود به هذا الناس يعني، والمشبه به ذئابا، يبقى صار الناس هذا إلا أقلهم، يبقى هنا هناخد بليغ والمشبه هذا والمشبه به ذئابا، يبقى 3 خدنا رقم جيم. 4: قال الشاعر: ولا تكن مزاحا لدى القوم لعبة، تظل أخا أخا رزء بنفسك يضحك. حدد مما يلي نوع التشبيه وحدد أركانه. مجمل المشبه أخا والمشبه به هزء ووجه الشبه يضحك، ولا بليغ المشبه به الضمير المستتر المشبه به لعبة، ولا مجمل المشبه الضمير المستتر المشبه به أخا رزء وجه الشبه يضحك، بليغ المشبه الضمير المستتر المشبه به مزاحا. لا تكو مزاحا لدى القوم لعبة، يعني لا تكو أنت لعبة، أنت لعبة. يبقى هنا المشبه اللي هو الضمير المستتر اللي هو في اللي هو اسم تكو، أنت ضمير مستتر تقدير أنت، ده المشبه، والمشبه به لعبة. يبقى 4 خدنا رقم ب. تشبيه بليغ. 5: قال الشاعر: وترى الكلاب إذا تعثر ذئبهم يعلو النباح كأنهم أيتام. حدد من البيت السابق طرفي التشبيه. الكلاب كأنهم أيتام، هنا طرفي التشبيه الضمير في كأنهم والأيتام، يبقى احنا هناخد رقم د، الضمير في كأنهم والأيتام. 6: قال الشاعر: إن الذئاب وإن ظننت وضوحهم بحر عميق غامض الأسرار. الذئاب بحر عميق. البيت الثاني سر جمال التشبيه، طبعا ده تشبيه بليغ. الذئاب بحر، يبقى انا صورت غير عاقل بغير عاقل، يبقى غرضه التوضيح. يبقى 6 خدنا رقم د. إذا صورنا غير عاقل بغير عاقل، طبعا غير عاقل اللي هو الذئاب، بغير عاقل اللي هو البحر، شبه بينهم الغموض وعدم الوضوح،
يبقى هنا ايه غرضه التوضيح. يبقى 6 خدنا رقم د. 7 قال الشاعر ويطربني منها حديث كانه زلال الصفا يجري على كبد الحرى. حد نوع التشبيه في البيت السابق هنا انه صور حالة طربه بحديث محبوبته انه الزلال الصفي. يبقى احنا هناخد رقم ج تشبيه تمثيلي الذي يعني بصورة الزلال الماء الصافي الذي يجري او يسري يجري على الايه على الكبد. خدنا رقم ج. صفحة 23 من كتاب مكتبة البرهان. قال الشاعر في جمال الطبيعة بسط تظللها الفصول كمن حنت أم تقبل طفلها المحبوبة. حدد نوع التشبيه ووضحه. تشبيه مبنى بالبصوم بالأم الحانية، تشبيه ضمن الحال البسط بحال الطفل الذي ينتظر قبل حنية من أمه، تشبيه مفصل البسط بالطفل المحبوب، تشبيه تمثيل لحال الغصون وهي تظل الأرض بحال الأم تقبل طفلها. هنا طبعا بسط تظلل الفصول، هنا بيصور الغصون وهي تظلل الأرض كما يبقى ده صورة الايه الغصون وهي تظلل الأرض مثل انحناء الأم تقبل طفلها. يبقى تشبيه تمثيلي. هنا طبعا عنده الصورة الأولى والصورة الثانية، يبقى ايه صورة بصورة، يبقى تشبيه تمثيلي. يبقى احنا خدنا رقم د. 8 خدنا د. 9 قال الشاعر صدر الحبيب وحالي كلاهما كالليالي وصغره في صفاء وأدمعه كالليالي. بيميز نوع التشبيهين حسب وردهما في البيت على الترتيب. صدر الحبيب وحالي كلاهما كالليالي، يبقى صدر الحبيب كالليالي، يبقى تشبيه مجمل. هنبعد مفصل رقم ب، فضل عندي وهنبعد رقم ب، فضل عندي ألف وجيم، تشبيه مجمل. وثغره في صفاء وأدمعه كالليالي، يبقى برضه تشبيه ايه؟ تشبيه هنا الثغر في الصفاء والأدمع كالليالي، هنا بيصور حالة الثغر ودعه مثل ايه؟ مثل الليالي، يبقى ده تشبيه تمثيلي. يبقى انا هناخد تشبيه تشبيه مفصل. يبقى انا هنبعد عنبعد مجمل، يبقى عندي مجمل ومجمل ألف وجيم. يبقى التشبيه الأول مجمل، صبر الحبيب كالليالي، صبر الحبيب أي فراق الحبيب كالليالي. التشبيه الثاني صبر في الصفاء وأدمعه كالليالي، يبقى الثغر والدمع كالليالي، يبقى ايضا بينك مثل الليالي، يبقى احنا كده تشبيه مفصل. يبقى 9 خدنا رقم ج، 9 خدنا ج. 10 حدد البيت الذي يشتمل على تشبيه ضمني. التشبيه الضمني البيت لا يكون فيه خيال، يكون فيه شطر بيدل على يدل على حكمه، وما يكونش فيه ايه خيال. ومن يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إلام. من يهن يسهل الهوان عليه، أي الإنسان الذي يظن نفسه يعيش ذليلا مدى الحياة، لأن الإنسان الميت لا يشعر بالجرح إذا طعن وضرب. فيا ليت أن الدهر يدني أحبتي إلي كما يدني إلي مصابي. طبعا هنا ما فيش تشبيه ضمني. كاسات الأسن لي شراب ألذ به اصطباحا واطباقا. هنا تشبيه تشبيه مجمل. سلس الشعر فوق وجهه فحاكى طلعة الليل فوق ضوء القمر، ده تمثيلي. يبقى احنا هناخد رقم، يبقى 10 رقم ألف هي التشبيه الضمني. ومن يهن يسر الهوان عليه ما نجاح بميت إله. 11 قال الشاعر نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأولي، كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي. استنتج المشبه به في التشبيه الوارد في البيتين، هل هو تنقل الفؤاد حيث يشاء الفتى من الهوى، طبعا دي مش مشبه به، كثرة المنازل التي يألف الفتى العايش فيها، ولدي تعليق بالحبيب الأول،
يبقى الحنين لأول منزل مهما تعددت المنازل المألوفة، الحنين لأول منزل مهما تعددت المنازل المألوفة، يبقى 11 خدنا رقم د. 12 قال زمان يظن المرء أن قد فر منه ولكن كان منه له فرار، وسعت في قفص لطير فكيف يفر والقفص المطار. استنتج المشبه فيها التشبيه الوارد في البيتين توهم القدرة على الفرار من الزمان، مهما فر المرء من زمان كان فرار إلى زمانه، محاولة الطائر الخروج من القفص هنستبعد جيم، إذا ترى الطائر هبط في القفص هنستبعد دال، فمهما فر المرء من زمانه كان فراره إلى زمانه. ناخد رقم باء، مهما فر المرء من زمانه كان فراره إلى زمانه. 13 صفحة 24 كتاب من كتاب البرهان تدريبات على التشبيه المركب. قال الشاعر قلنا تعرفنا الفتى، قلنا نعم قد عرفناه وهل يخفى القمر. استنتج المشبه فيها التشبيه الوارد في البيت. طبعا قائل هذا البيت هو عمر ابن أبي ربيعة، وده دليل على ان هو يعني ايه يتباهى ويتفاخر ان الكل يعرفنه وانه معروف بين الايه بين الناس. معرفة النسوة للفتى، سؤال النسوة عن الفتى، معرفة الجميع عن القمر، جواب النسوة عن السؤال. يبقى هنا ايه هناخد معرفة النسوة للفتى، التشبيه الوارد في المشبه الوارد في البيت هو معرفة النسوة للفتى. 14 قال الشاعر تريدين كيما تجمعين وخالدا وهل يجمع السيفان في غمد. استنتج القيمة الفنية للتشبيه الوارد في البيت، الكشف عن براعة المحبوبة وقوة ذكائها العاطفي، كشف عن اتيان المحبوبة بالعجيب غير المقبول، بيان قدرة المحبوبة على وضع السيفين في غمد واحد، بيان عجز المحبوبة عن وضع السيفين في غمد واحد. طبعا هنا لا في بيان عجز ولا بيان قدرة، هنا الكشف عن اتيان المحبوبة بالعجيب غير المقبول. 14 خدنا رقم ب. 15 قال الشاعر اليوم حاجتنا اليك وانما يرجى الطبيب لساعة الاوصاب، والمقصود بالاوصاب الاوجاع. التشبيه في البيت مجمل مفصل تمثيلي ضمني، اذا نظرت الى البيت يرجى الطبيب لساعة الاوصاب، ده طبعا حكمة، وطبعا مفيش ايه خيال، يبقى على طول هناخده تشبيه ايه ضمني. 12 خدنا رقم د. 12 قال الشاعر فلا يهم كما قال الوشاه بنا فروعة البحر لا تخلو من الزبد. ميز المشبه والمشبه به على الترتيب للتشبيه الوارد في البيت، الاهتمام بما قاله الوشاه، عدم خلو البحر من الزبد، طبعا هو ايه عدم الاهتمام بما قاله الوشاه. ب عدم الاهتمام بما قال المشاه وعدم الانشغال بزبد البحر، طبعا ماشي عدم الانشغال بما قال المشاه، ولكن هنا عدم الانشغال بالزبد في البحر يعني ايه لا يشغله منظر الايه البحر. يبقى هناخد جيم ظهور المشاه بين المحبين مثل ظهور الزبد في البحر الرائع، يبقى احنا خدنا رقم جيم. 17 ميز البيت الذي تضمن تشبيها تمثيليا، لا تنكر نفيسا من مواهبه فليس ينكر قذف البحر بالدرر. لا فخر في نسب لمن لم يفتخر بالعلم لولا الناب زلت ضيغا، لابد للضيق بعد اليأس من فرج وكل داجية يوما لإشراق، ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جزوة نار. هنا بيصور لي صورة الإنسان الذي يريد أن يسير ضد الطباع وضد طبيعته كمن يطلب الماء في جزوة نار، يبقى هناخد رقم د. 18 قال الشاعر المجد بين موروث ومكتسب والقطر في الأرض لا كالقطر في السحب. نوع التشبيهين الواردين في البيت السابق، هنا المجد موروث ومكتسب، ده كده تشبيه المجد بين موروث ومكتسب، ده تشبيه يوضح ان المجد يرثه الانسان بافعاله وصفاته، يبقى تشبيه ضمني. والقطر في الارض لا كالقطر في السحب، يبقى هنا تشبيه مجمل، يبقى احنا هناخد رقم جيم. يبقى احنا خدنا 18 خدنا رقم جيم، المجد بين موروث ومكتسب تشبيه ضمني، والقطر في الارض لا كالقطر في السحب،
هنا ده تشبيه ايه؟ مجمل. يبقى 18 خدنا رقم جيم. 19 صفحة 25، قال الشاعر: ولولا الهوى ما زل مثلي لمثلهم، ولا قطعت أذن الفنا للثعالب. استنتج وجه الشبه للتشبيه الضمني السابق. خطوع الضعفاء للأقوياء، مذمة المحبين وخضوع الأسود، تمكن الضعفاء من الأقوياء، كبرياء المحبين وقوة الأسود. طبعا هنا وجه الشبه تمكن الضعفاء من الأقوياء، تمكن الضعفاء من الأقوياء. يبقى 19 خدنا رقم جيم. قال الشاعر: وما استوت النفوس بشكل جسم، وهل تنبيك بالسيف القراب. القراب الغمد. هنا استنتج وجه الشبه للتشبيه الضمني السابق، عدم استواء النفوس باشكال الاجسام، انباء شكل القراب عن حقيقه السيف، ظاهر الشيء ليس دليلا على باطنه، تلازم النفس والجسم والقراب والسيف. طبعا هنا بيدل على ظاهر الشيء ليس دليلا على باطنه. يبقى 20 خدنا رقم جي. 21، قال الشاعر: عيرتموني بالنحول، وانما شرف المهند ان ترق شفاره. شفار المهند اي حدود السيف. هنا يذكر الشاعر انهم يعيروه بالنحافه، ويرد عليهم ان السيف لابد ان تكون اشفاره نحيفه حتى يحقق الهدف. استنتج لنت التشبيه الضمني السابق، بين تنمر الناس بضعاف الابدان. طبعا هنا لا يقصد التنمر بضعاف الابدان. خصائص السيف البطار، طبعا هو لم يتكلم عن كل الخصائص. اظهار حشد الشريف الى جسم نحيل لا يشترط، تاكيد على ان نحوله من اسباب قوته، تاكيد على ان نحوله من اسباب قوته. 21 خدنا رقم باء. 22، قال في محبوبته: ولا تمسك بالعهد الذي عهد الا كما يمسك الماء الغرابيل. ميز على الترتيب المشبه ومشبه به على الترتيب. هيئه الماء يتدلى من الغرابيل، هيئه العود التي العود تخالفها المحبوبه، ضعف عزيمه المحبوبه، ضعف اسلاك الغرابيل، حال المحبوبه في حفظ العهود، حال الغرابيل في حفظ الماء، صوره المحبوبه الوفيه، صوره الغرابيل الواسعه. طبعا ده تشبيه تمثيلي يشبه الشاعر حال محبوبته في حفظ العهود مثل حال الغرابيل في حفظ الماء، حيث ان الغرابيل لا تحفظ الماء لانها مصنوعه من اسلاك، والاسلاك لا يعني ايه لا تحفظ الايه الماء. يبقى احنا هناخد رقم دي. 20، قال الشاعر: وكأن الهلال نون نجيل غرقت في صحيفه زرقاء. هنا طبعا تشبيه تمثيلي، الهلال المقوس في السماء. يبقى 23 خدنا رقم الف. تشبيه يبين حالة الهلال المقوس في السماء كأنه غرق في صحيفة زرقاء. نون لجين، نون طبعا هنا المقصود بها الدوام، غرقت في صحيفة زرقاء. يبقى النون مقصود بها هنا الدوام الحبر التي غرقت في صحيفة زرقاء. ميز التشبيه الضمني فيما يلي: والورد في شط الخليج كأنه قمد ألم بمقلة زرقاء. طبعا هنا بيقول ده تشبيه ايه؟ تشبيه مجمل وليس ضمني. ستحاك عند مطلعها مرآة تبر بدت في كف مرتعش. ده مجمل. كأن صحاف النور والضل جامد، مياسم أصداف تبسمنا عن در. مجمل. لا تنكرن نفيسا من مواهبه، فليس ينكر قصف البحر بالدرر. إذا نظرت أبيات البيت يوجد في خيال، في شطر حكمة، لا ينكر قصف البحر بالدرر، يعني لا ينكر قصف البحر بالأشياء النفيسة. يبقى أنا كده هنا هناخد رقم باء، هو التشبيه الضمني. 25 صفحة 26 من كتاب الكتاب البرهان. قال الشاعر: يا صاحبي تقصيا نظريكما، طريا وجوه الأرض كيف تصور، طريا نهارا مشمسا قد شابه ظهر الربا فكأنما هو مقمر. وضع على الترتيب المشبه ومشبه به في التشبيه التمثيلي بالبيتين السابقين. طبعا هنا بيشبه حالة النهار المشمس
بحالة ظهر الربا وهي في مقمر، يبقى هناخد نهار مشمس وظهر الربا، ولا نهار المشمس الذي خلطه ظهر الربا بالليل المقمر، ولا نهار مشمس وظهر المقمر، ظهر الربا في النهار المشمس، القمر في الليل المظلم. هناخد النهار المشمس الذي خلطه ظهر الربا بصورة الليل المقمر، يبقى 25 هناخد رقم ب 20. قال الشاعر: كأن أنجمه والجو معتكر، غيد بأخبية ينظرنا من فرجي. بيصور حالة الأنجم والجو معتكر بصورة النساء أو النساء الجميلات وهن في الأخبية. بين التصوير صورة بصورة، يبقى هناخد تمثيل وغرضه للتوضيح. 27: لا تعجبن من قولة سوء قالها السفهاء فيك. ميز المشبه به المناسب لتكوين التشبيه ضمن معنى العبارة السابقة. طبعا هنا لا تعجبن من قولة سوء قالها السفهاء، ده تعبير ما فيش خيال، أنا أعتبر حقيقي. هنقول: فكل شمعة لها نار تضيء وتحرق، فبكل تمرة جميلة نواة، فبكل زهرة جميلة أشواق تؤلم، فكل إناء بما فيه ينضح. أقول كل إناء بما فيه ينضح، ب 27 خدنا رقم د. حكم الكلام بجزء من الايه من الحكمة، أقول كل إناء بما فيه ينضح. 28: لا تؤمن من الجبان فعلا، ميز المشبه به المناسب لتكوين تشبيه ضمن معنى العبارة السابقة. فلا يرجى من قبل هون الكلام، فلا يقوى على الحرب الجبان، فقد تنطفي يوما لمعة الذهب، فقد يخرج من الحجارة الماء. إذا لا تؤمن من الجبان فعلا، فلا يرجى من قبل هول الكلام، يبقى 28 هناخد رقم ألف. 29: قال الشاعر: ولقد تمر على الغدير تخاله، والنبت مرآة ذهب بإطار. الغدير أي مستنقع الماء، أي أنك تمر على الغدير تظن النبت مرآة ذهب بإطار. نوع التشبيه وسر جماله، هنا تشبيه مفصل غرض التجسيم، ولا مجمل التوضيح، ولا بليغ التجسيم، ولا تمثيل التوضيح. هنا طبعا بيصور حالة الغدير عندما تمر عليه تظن مثل مرآة ذهب بإطار، وده تشبيه تمثيلي غرضه التوضيح. سميت الغدير غير عاقل بمرآة غير عاقل، يبقى تمثيلي غرضه التوضيح، يبقى 29 خدنا رقم د. قال الشاعر: فقر الجهول بلا عقل إلى أدب، فقر الحمار بلا رأس إلى رسن. والرسن الزمام، يعني الجاهل بلا عقل أو يفتقر إلى الأدب مثل الحمار بلا رأس لا يحتاج إلى زمام، يبقى هنا تشبيه تمثيلي غرض التوضيح. يبقى هنا شبهت حالة الجاهل إلى الأدب لأنه بلا عقل مثل الحمار لا يحتاج إلى زمام لأنه بلا رأس. تشبيه صورة بصورة، احنا خدنا رقم ده تمثيل وغرضه التطبيقات على درس الاستعارة من كتاب من كتاب البرهان صفحة 28. أجب عن الأسئلة الآتية. قال الشاعر: سأحلم عن قومي ولو سفكوا دمي، وأجرع فيك الصبر دون الملا وحدي. الملا مقصود الملأ، وهي الجماعة من الناس. هنا طبعا الشاعر يتحدث عن قومه، سيتميز مع قومه بالحلم والصبر حتى وإن سفكوا دمه، وسوف يتجرع الصبر وحده دون قومه. ميز من البيت استعارة: سأحلم عن قومي ولو سفكوا دمي، وأجرع فيك الصبر دون الملأ وحدي. الاستعارة هي تشبيه حذف أحد طرفيه، فهنا تكون جملة فعلية ويكون فيها خيال. هنا أجرع فيك الصبر، شبه الصبر بدواء مر يشربه الإنسان لكي يشفى من أوجاعه وأمراضه، فهنا استعارة مكنية. صبر دواء مر، شبهه بالدواء، يبقى استعارة مكنية، يبقى واحد خدنا رقم جيم. قال الشاعر: يضحك السيف في يدي وينادي، وله في بنان غيري نحيب.
أي أن السيف في يده يكون ضاحكا وينادي، وسيف في يد غيره ينتحب. ميز نوع الصورة المجازية في البيت السابق: استعارة، حذف منها المشبه به. هنا طبعا شبه السيف مشبه بإنسان يضحك، هنا حذف المشبه المشبه به، والدليل أو ما دل عليه وكلمة يضحك. يبقى استعارة حذف من المشبه به، ده كده عبارة دي صحيحة. استعارة حذف من المشبه والمشبه به، طبعا كده تبقى تشبيه، العبارة نستبعد باء. حذف منه المشبه، إنه طبعا المشبه موجود. تشبيه ذكر فيه المشبه والمشبه به، طبعا العبارة خطأ. يبقى احنا اتنين هناخد رقم ألف. استعارة مكنية، وهي طبعا بيحذف منها المشبه به. ثلاثة: يرى المؤمن نفسه في أخيه، استنتج الطرف المحذوف في الصورة أخيه بالعبارة. كأن العبارة بتقول المؤمن مرآة أخيه. المشبه وتقديره العينان، طبعا هنا مش العينان، ولا المشبه به تقدير العينان، هنستبعد ألف وجيم، يتفضل عندي باء ويتفضل عندي دال. هنا يعني عامل لي الطرف المحذوف المرآة، يبقى المؤمن مرآة، مرآة أخيه، المؤمن مرآة أخيه، يبقى هنا المحذوف المشبه به، يبقى احنا خدنا رقم دال. إذا أردت أن تعرف المحذوف هل هو المشبه أو المشبه به، هات الحقيقة، فالحقيقة هي المشبه، والمشبه به هو الخيال، وهنا طبعا المؤمن ده الحقيقة، المشبه به الخيال اللي هو مرآة، يبقى مرآة أخيه. هنا طبعا المشبه المؤمن المشبه به مرآة، وهنا طبعا محذوفة، يبقى احنا هناخد رقم دال. ثلاثة خدنا رقم دال، المشبه به وتقديره المرآة. أربعة: ميز معاني التعبير الاستعاري الذي يؤدي معنى أصدقاء السوء. اجتنب صحبة العقارب، هنا طبعا شبه أصدقاء السوء بالعقارب، وطبعا هنا خيال، يبقى احنا ده كده يبقى معانا ألف. اجتنب صحبة اللئام، ده تعبير حقيقي. عليك بمرافقة الأسود، طبعا هنا الأسود صح واحد إن هو يصاحب شخص قوي أو شخص شجاع، يبقى أقول له عليك بمرافقة الأسود، ولكن احنا عايزين نتجنب أصدقاء السوء. نهى الإسلام عن أصدقاء السوء، يبقى احنا هناخد رقم ألف. خمسة: في التوصية بالنساء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحسنوا إلى القوارير، فما أكرمهن إلا كريم، وما أهانهن إلا لئيم. ميز من العبارة استعارة: أحسن القوارير، لئيم كريم. طبعا القوارير تشبيه، شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء بالقوارير اللي هو الزجاج، ده دلالة على الضعف، ودلالة على أن لابد من المحافظة عليهن، يبقى احنا هناخد رقم باء. خمسة خدنا رقم باء. ستة: ميز البيت الذي تضمن استعارة حذف فيها المشبه، يعني كده المقصود بها استعارة تصريحية، حذفنا المشبه وصرحنا بالمشبه به. والنفس إن كبرت رقت لحاسدها واستغفرت كرما منها نشانيها، ده كده استعارة مكنية، استغفرت كرما. وما أنساك في العشرين لما طلعت حيالها قمرا تماما، هنا طبعا برضو استعارة مكنية. والثغر من تحت اللسان كأنه برق تلألأ في الظلام المزدني، ده كده تشبيه تمثيلي. أهلا بها فلقد وافت علي ظلما، تروي أحاديث من تهوي تروينا. دال أهلا بها فلقد وافت على ظمأ، تروي أحاديث من تهوى فتروينا. هنا طبعا استعارة تصريحية، شبه مجيئها ب ان هي تروي او يعني تروي الظمأ، وحذف المشبه وصرح بالمشبه به، يبقى احنا كده هناخد رقم دال. ستة خدنا رقم دال. سبعة: قال الشاعر:
وفي الحرب العوان ولدت طفلا، ومن لبن المعامع قد سقيت. استخرج من البيت السابق استعارة. الحرب العوان منفعش ولدت طفلا سقيت لبن المعامع، لبن المعامع طبعا مقصود بها انه نشئ على الفروسية والشجاعة. يبقى 7 خدنا رقم جيم. 8 صفحة 29 من كتاب من كتاب البرهان. ميز العبارة التي تضمنت استعارة حذف فيها المشبه به. كده يبقى استعارة مكنية. ايها الابناء احذروا افاعي الانترنت وذئابه. طبعا افاعي الانترنت وذئابه ده كده انت بتذكر صفة، ده طبعا كده يبقى ايه، يبقى استعارة تصريحية. لا تبخل الكتب على قارئ يسعى الى ان يتكلم ان يتعلم. يبقى القارئ يسعى، القارئ انسان، الكتب انسان، يسعى انسان يسعى. يبقى احنا كده 8 هناخد رقم ب 9. قال الشاعر: قم في فم الدنيا وحي الازهرا، وانثر على سمع الزمان الجوهرا. استخدر على الترتيب استعارة حذف فيها المشبه به واخرى حذف فيها المشبه. فيها العبارة قم فم الدنيا ده كده تشبيه، حي الازهرا استعارة، سمع الزمان والجوهرة هنا طبعا شبه الزمان بانسان له او بانسان يسمع وصرح بصفة السمع، وهنا طبعا الجوهرة وحي وانصر على سمع الزمان الجوهرة. الجوهر مقصود بها العلم، العلم الوسطي، الدين، الأحكام. يبقى احنا كده هناخد رقم باء، سمع الزمان والجوهرة. 10 قال شوقي في وفاة سعد زغلول. 10 قال شوقي في وفاة سعد زغلول: شيعوا الشمس ومالوا بضحاها، وانحنى الشرق عليها فبكاها. ميز من البيت استعارتين مختلفتين. هنا شيعوا الشمس يعني سعد الزغلول الشمس، هنا طبعا صرح بالمشبه المشبه به وحذف المشبه، يبقى استعارة تصريحية. انحنى الشرق استعارة مكنية، يبقى ده كده فيها استعارتين مختلفتين. مالوا بضحاها، شيعوا الشمس دي استعارة واحدة، مالوا بضحاها فبكاها استعارة مكنية، فبكاها وانحنى الشرق استعارة مكنية. يبقى احنا هناخد رقم جيم. عندي كده استعارة تصريحية في الشمس، وانحنى الشرق استعارة مكنية. 11 اطلق العالم علينا كلاب اليهود. كلاب اليهود المقصود بها بنو اسرائيل. ميز التعبير الصحيح بعد تحويل التشبيه الى استعارة. يبقى اطلق العالم علينا اليهود ده كده ما فيهاش خيال. اطلق العالم علينا الكلاب اليهود برضو ما فيش كده خيال. اطلق العالم علينا الكلاب ماشي، بين المقصود بها كلاب الايه اليهود. اطلق علينا اليهود الكلاب، يبقى احنا هناخد رقم جيم. ب 11 خدنا رقم جيم. قال الشاعر: وان نبات والزمان حصادنا، اليس يوافي كل شهر بمنجلي. منزل استعارة التي حذف فيها المشبه. أن نبات ولا الزمان حصادنا ولا يوافي كل شهر ولا بمنجلي. هنا طبعا هنا بمنجل، هنا إن هو يعني بيعبر عن الأداة التي تستخدم من الحصاد. يبقى استعارة مشبه وصرح بالمشبه به اللي هو منجل. يبقى احنا خدنا رقم د. أتمنى طلاب الصف الأول الثانوي مع حل تطبيقات على أنواع الاستعارة من كتابنا كتاب البرهان صفحة 31. أجب عن الأسئلة الآتية. قال الشاعر في مدح سيف الدولة: أحبك يا شمس الزمان وبدره، وإلا مني فيك السها والفراقد. وكتب لي السها والفراقد معناها نجوم. وفي هذا البيت يتوجه الشاعر إلى ممدوحه ويقول أنه يحبه، وأن ممدوحه هو شمس الزمان وهو البدر المنير في كل الكون حتى وإن لامه النجوم. ف
فيعني هم لا يلومونه على هذا الايه على هذا الحكم. ما اسم البيت استعاره مكنيه وعطله تصريحيه على الترتيب؟ الاستعاره المكنيه بنسبه كبيره بتكون جمله فعليه وتقول فيها ان ناتي بالمشبه هو الحقيقه والمشبه به هو الخيال. احبك ده جمله عاديه خالص ما فيهاش ايه ما فيهاش خيال، يبقى احنا هنستبعد الف. يا شمس الزمان وبدره، طبعا شمس الزمان وبدره المقصود بها ممدوحه، وطالما نودي على كلمة مقصودة لشخص معين أو اللي بتطلق على شخص معين يبقى ده كده استعارة تصريحية. يبقى احنا هنبعد كمان باء لأن احنا عايزين مكنية في الأولى. يا شمس الزمان وبدر برضه هنبعد رقم جيم. هتفضل عندي دال، لا مني فيك السها والفراقد. هنا شبه السها والفراقد ده الحقيقة بإنسان يلوم صاحبه، يبقى هنا صرع أو حذف الإيه المشبه به، يبقى استعارة مكنية. لا مني فيك السها والفراقد، شبه السها بإنسان يلوم، وطبعا هنا جملة فعلية يبقى استعارة مكنية. شمس الزمان وبدره المراد بيها الممدوح، هنا طبعا استعارة تصريحية ان هو سيف الدولة هو شمس الزمان، وحذف طبعا المشبه وصرح بالمشبه به، يبقى هناخد رقم د. يبقى واحد خدنا رقم د. اتنين، قال تعالى يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم ويأبى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون. ميز من الآية الكريمة استعارة وحدد نوعها. هنا طبعا عندي الآية عندي هنا نور الله المراد بها القرآن أو الإسلام، المراد بها القرآن الكريم. هنا طبعا طالما ذكرت كلمة يبقى هنا تصريحية يعني بتشير إلى القرآن الكريم. يطفئ نور الله، يبقى نور الله استعارة تصريحية، فعشان ناخد يطفئه ولا بأفواههم ويتم نوره يبقى احنا هناخد رقم باء. يبقى اتنين خدنا رقم باء. الاستعارة هي نور الله والاستعارة تصريحية، يبقى اتنين خدنا رقم باء. تلاتة، قال الشاعر يا منزلا أدمعي تجري عليه إذا ضن السحاب على الأطلال بالمطر. ميز من البيت صورة بيانية وحدد نوعها. يا منزلا، طالما في نداء لغير العاقل هنكتبها عندي كده ثابتة أو نقول عليها ثابتة بلاغية، نداء لغير العاقل استعارة مكنية. يا مصر، يا نيل، يا منزلا، يا بيتا، يا طريقا، وهكذا نداء غير العاقل يبقى استعارة مكنية. يبقى مش هينفع ضن السحاب ولا الاطلال ولا ادمعي، يبقى احنا هناخد رقم الف. يبقى دال يا منزلا استعاره مكنيه. شبه منزل بانسان عاقل ينادى ويلبي الايه النداء. اربعه، قال الشاعر بسمت عن لآنئ وعقيق فكأن اللثات عقد نظيم. مجموع الخيال في البيت السابق عندي لآلئ وعقيق، ولآلئ وعقيق مقصود بيها طبعا الأسنان. يبقى هنا طالما استخدمت إشارة أو رمز يبقى كده استعارة تصريحية. شبه الأسنان بعقود اللؤلؤ والعقيق يعني بجواهر أو بأشياء ثمينة، وحذف المشبه وصرح بالمشبه به يبقى استعاره تصريحيه. يبقى دايما كده اما تلاقي في اشارات او في رموز لاشياء معينه يبقى على طول استعاره تصريحيه، يبقى احنا خدنا رقم جيم. طبعا ما ينفعش لا تشبيه ولا استعاره مكنيه لان المشبه هنا في التشبيه البليغ المشبه مش موجود معايا يعني محذوف من الكلام، الاستعاره المكنيه المشبه مش موجود في الكلام، يبقى احنا هناخد استعاره تصريحيه. يبقى اربعه خدنا رقم جيم. خمسه، قال الشاعر ليت شعري متى ارى ارض مصر
في حمى الله تنبت الأبطال، ما يزنه الخيال وسر جماله في قوله تنبت الأبطال. أرض مصر تنبت الأبطال، تشبيه شبه الأبطال بنبات، يبقى مشبه الأبطال بالمشبه بالنبات، يبقى استعارة مكنية، استعارة مكنية وغرضها التوضيح. إن طبعا شبه غير عاقل، شبه العاقل بغير عاقل، يبقى استعارة غرضها الايه مكنية، غرضها التوضيح. إذا كان بنشبه غير عاقل بنشبه العاقل بغير عاقل يبقى غرضه التوضيح، ما ينفعش لا تصريحية ولا تشخيص ولا تشخيص. هنا طبعا تنبت الأبطال، شبهها أو شبه الأبطال بنبات ينبت من الأرض. يبقى خدنا خمسة، خدنا رقم ألف. ستة، قال شاعر وشفينا النفس من كل رشا، نطقت عيناه بالسحر المبين. والرشا المقصود به الغزال، والمراد الفتاة الجميلة. يبقى الفتاة رشا، يبقى هنا شبه الفتاة اللي هي الحقيقة بالرشا وهي الغزال، يبقى هنا استعارة تصريحية وحذف المشبه وصرح بالمشبه به، يبقى استعارة تصريحية وسر جمالها. هنا طبعا انت شبهت عاقل بغير عاقل يبقى غرضه التوضيح. يبقى ستة، خدنا رقم باء، الاستعارة التصريحية من كل رشا وسر جمالها التوضيح. سبعة، صفحة 32 كتاب من كتاب البرهان، ميز البيت الذي تضمن استعارة تصريحية. مررت على دار الحبيب مسلما، وقد غابها بدرهما ويغيب. هنا طبعا المراد بالبدر هو المحبوبة، يبقى كده شبه المحبوبة بالبدر وحذف المشبه وصرح بالمشبه به، يبقى كده استعارة تصريحية. أكمل باقي الأبيات. أولا، لما بلغنا بالأحبة والمنى باب السرور تغيب المفتاح. طبعا هنا تغيب المفتاح بصورة استعارة مكنية وليست تصريحية. فيا قلبي لا تجزع إذا عضك الأسى، فإنك بعد اليوم لن تتألم. استعارة مكنية، استعارة مكنية. فيا أدباء القوم هل تنقضي لكم شكاية دهر حاربتكم مصائبه. استعارة مكنية. يبقى احنا هناخد رقم ألف. يبقى البيت الذي يتضمن استعارة تصريحية هو رقم ألف. مررت على دار الحبيب مسلمة، وقد غاب عنها بدرها ويغيب. يبقى هنا البدر، يبقى شبه المحبوبة بالبدر وحذف المشبه وصرح بالمشبه به، ودل على شيء بشيء من لوازمه وهو الغياب. تمني، قال الشاعر وارفعوا دولتي على العلم والأخلاق، فالعلم وحده ليس يجدي. ميز من البيت استعارة ونوعها وسر جمالها. ارفعوا دولتي، هنا طبعا ما ينفعش استعارة على العلم والأخلاق. ارفعوا الدولة على العلم والأخلاق، هنا العلم والأخلاق بأساس يبنى، يبقى هنا استعارة مكنية وسر جمالها التجسيم. ارفعوا دولتي ما ينفعش مكنية، العلم ليس يجدي، فاحنا هناخد رقم باء. تمانية، خدنا رقم باء، على العلم والأخلاق استعارة مكنية سر جمالها التجسيم. تسعة، قال الشاعر ورزقك ليس ينقصه التأني، وليس يزيد في الرزق العناء. في البيت السابق موطن الاستعارة وحدد نوعها، هنا ينقصه التأني، ينقصه التأني الرزق، يبقى استعارة مكنية، ما ينفعش عناء ولا يزيد في الرزق ولا الرزق. يبقى احنا خدنا رقم تسعة، خدنا رقم ألف. ينقصه التأني استعارة مكنية، شبه التأني بإنسان ينقص، يبقى هنا دي كده أو بأشياء تنقص، شبه التأني بأشياء تنقص، يبقى استعارة مكنية. عشر، قال الشاعر فإن كانت الأيام خانت عهودنا عشر، قال الشاعر فإن كانت الأيام خانت عهودنا فإني بها راض، ولكنها قهر.
بين في البيت السابق موطن الاستعارة وحددناها بها راض. طبعا هنا ده تعبير حقيقي. الأيام الأيام خانت، ده كده استعارة، استعارة مكنية وليست تصريحية، ولكنها قهر، استعارة مكنية. خانت عهودنا، هنا تشبيه شبه العهود اللي هي الحقيقة بإنسان يخون العهد ويخون الأمانة، يبقى استعارة مكنية. والدليل انه هو طبعا ذكر صفة من صفات الإنسان وهي خيانة الأمانة او خيانة العهد، يبقى خدنا رقم دال عشر، خدنا رقم دال عشر. قال الشاعر: فارحم دموعي لا تطرد شفاعتها، فالدمع يشفع للعشاق أحيانا. بين في البيت السابق نوع الاستعارة وسر جمالها. ارحم دموعي لا تطرد شفاعتها، تطرد شفاعتها، استعارة مكنية. شبه الشفاعة إنسان يطرد أو بوحش يطرد، يبقى سر جمالها، أو بإنسان يطرد، يبقى سر جمالها التشخيص. أنا صورت الشفاعة بشخص، الشفاعة شيء معنوي بشخص عاقل، يبقى استعارة مكنية سر جمالها التشخيص، ما ينفعش تصريحية ولا طبعا تجسيم، يبقى هنا التشخيص. يبقى 11 خدنا رقم ألف. 12 قال الشاعر: ونجوم يحثها قمر الليل، وشمس في كل يوم تدار. في البيت السابق نوع الاستعارة وسر جمالها. هنا طبعا النجوم يحثها قمر الليل، هنا طبعا بيصور الأشخاص بنجوم، يبقى استعارة تصريحية، استعارة مكنية، وسر جمالها يحثها قمر الليل. هنا طبعا بيصور قمر الليل بإنسان يحث، يبقى استعارة مكنية، يبقى احنا خدنا رقم جيم، استعارة مكنية وسر جمالها التشخيص. 13 قال الشاعر: خيبر والذبابة أعدت يثرب الأسد الغضابة. بين في البيت السابق نوع الاستعارة وسر جمالها. هنا سر الجمال الأسد، المقصود بها الجنود، الجنود الشجعان، يبقى استعارة تصريحية، الجنود أسود، استعارة تصريحية وسر جمالها التوضيح. يبقى 13 خدنا رقم ألف. 14 صفحة 33 من كتابنا كتاب البرهان. ميز ما يلي: البيت الذي يحتوي على استعارة تصريحية يكون لها نور الإمام محمد دليلا به تسري إذا الليل أظلم. نور الإمام ده كده إشارة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أو رمز لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يبقى استعارة تصريحية. ب: أودك ود لا الزمان يبيده، ولا النأي يفنيه، ولا الهجر ثائمه. هنا طبعا استعارة مكنية. حمار من تلقى الدرس يوما ولم يكسب من الأخطاء عبرة. حمار أي هو حمار، ده تشبيه شبه طالب العلم الذي يتلقى الدرس ولم يعني يستفيد من ولم يستفد من أخطائه، كأنه الحمار. غلبت كل شديدة فغلبتها، والفقر غالبني فأصبح غالبي. الفقر غالبني استعارة مكنية، يبقى احنا هناخد رقم ألف. استعارة البيت اللي يحتوي على استعارة تصريحية. 15 تأملت السماء، أكمل مكان مقدمة يجعل الجملة تحتوي على استعارة تصريحية. بعينين ساحرتين، احنا طبعا مفيش كده تشبيه ولا استعارة. بمنظار خلف الأبصار، منفعش بنور عقلها الوهاج. بلؤلؤتين صافيتين، شبه العينين لؤلؤتين، وحذف المشبه وصرح بالمشبه به، يبقى استعارة تصريحية. يبقى 15 خدنا رقم باء. 16 قال الشاعر: وسقي الأيام الدراسة إنها ربيع حياتي ليته كان باقيا.
اجعل التشبيه في البيت السابق استعارة مكنية. ربيع حياتي ده كده الربيع حياة، يبقى استعارة يبقى كده تشبيه، نجعله استعارة نجعله استعارة مكنية، يعني اجعله جملة فعلية، يبقى اقول انها تجدد حياتي، فحش انها حياتي يبقى هنا تشبيه. اما الحياتي تشبيه، ربيع المخضر تشبيه، يبقى احنا هناخد تجدد حياتي. يبقى احنا خدنا رقم باء 17. حدد مما يلي البيت الذي يحتوي على استعارة سر جمالها التجسيم. ما أخلدت من العيون لقره إلا وقيدهن دمع مطلق. سئمت نفسي الحياة مع الناس وملت حتى من الأحباب، وكل امرئ يبغي على الناس ظالما تصبه على رغم عواقب ما صنع. لك الحمد مولانا على كل نعمة، وشكرا لما أوليت من سابغ النعم. إن كل امرئ يبغى على الناس ظالما تصبه رغم عواقب ما صنع، إذا تصبه ما صنع. هنا طبعا استعارة مبنية، سر جمالها التجسيم، أي الإنسان الذي يبغي على الناس ويظلمهم تصيبه النوائب، يبقى هنا سر جمالها التجسيم. 18. قال الشاعر: ملك حوى رتب المعالي كلها بسمو مجد حل في إيوانه. حد ما الصورة وسر جمالها في قول حوى رتب المعالي. هنا حوى رتب المعالي استعارة مكنية، وسر جمالها التجسيد، يبقى احنا خدنا رقم ألف، فحش التصريحية ولا تشبيه ضمن ولا بليغ. 19. قال الشاعر واصفا جيوش الأعداء: وتموج موج البحر إلا أنها لاقت أسودا فوقهن حديد. استخدم من البيت استعارة وحد النوع، طبعا فحش تموج ولا موج البحر ولا حديد، هي طبعا أسودا الجنود أسود، ودي كناية أو بتدل أو رمز للجنود أو إشارة للجنود، يبقى هنا كده استعارة تصريحية. 20. حدد البيت الذي يحوي استعارة تصريحية: يا قاطعا حبل ودي وواصلا حبل صدى، واصلا حبل صدى، يا بائعا حظه مني ولو بذلت لي الحياة بحظ منه لم أبع. أيتها النفس إليه اذهبي فما لقلبي عنه من مذهب، وما زرفت عيناك إلا لتقدحي بسهميك في أعشار قلب مقتلي. بين في بسهميك في أعشار قلب مقتلي، هنا طبعا ده كده استعارة تصريحية، طبعا مقصود به سهميك اللي هو النحاظ او العينين، ده يبقى هنا كده استعاره تصريحيه، يبقى احنا خدنا رقم د. صفحه 34 كتبنا كتاب البرهان. قال الشاعر: جذي حبالك يا زينب فانني قد استبد بوصلك منه اقطع. حدد نوع الخيال في قوله جد حبالك، وبين سر جماله. تشبيه ضمني سر جماله التوضيح. استعارة مكنية سر جمالها التوضيح. تشبيه بليغ سر جماله التشخيص. استعارة تصريحية سر جمالها التجسيم. جزي حبالك، أي هنا طبعا شبه الوسط بالحبال، هنا طبعا استعارة تصريحية، يبقى سر جمالها التجسيم، هنا طبعا مقصود بالحبال حبال الوصل. 22. قال الشاعر: ظيظ العدا من تساقين الهوى فدعوا، بأن نغص فقال الدهر آمينا. في البيت استعارتين، حدد نوعهما على الترتيب. من تساقين الهوى قاب يسقى، استعارة مكنية. أم نغص وقال الدهر آمينا، هنا قال الدهر آمينا،
استعارة مكنية يبقى احنا هناخد رقم ألف. المستعارتان كلاهما مكنية. 23 يا بحرا في الكرم لا تحرمني عطاءك. هنا طبعا بحرا تشبيه للممدوح بالبحر أو تشبيه للإنسان بالبحر، يبقى ده كده تصريحية. يبقى احنا هنبعد مكنية مكنية. اتفضل عندي رقم باء تصريحية تصريحية. يا شبيه البحر في الكرم لا تحرمني عطاءك. شبيه البحر يبقى تشبيه كده عندي استعارة تصريحية وتشبيه. يا شبيه البحر في الكرم، شبيه البحر في الكرم هنا كده تشبيه تشبيه مفصل، تشبيه مفصل يشبه البحر في الكرم، يبقى هنا تشبيه مفصل اللي هي الجملة الثانية. يا بحرا طالما تحدث الناس عن موجك العاتي، استعارة مكنية. أنت تنادي هنا غير عاقل باستعارة مكنية، يبقى احنا خدنا رقم باء. يبقى يا بحرا في الكرم لا تحرمني عطاءك، هنا ينادي على ينادي ممدوح العاقل وشبهه بالكرم، يبقى استعارة تصريحية. أما يا بحر هنا نداء لغير العاقل، يبقى استعارة مكنية. يا شبيه البحر في الكرم ده تشبيه مفصل، يبقى 23 خدنا رقم باء. 24 قال الشاعر يجني الخليل فاستحلى، يجني الخليل. 24 قال الشاعر يجني الخليل فاستحلي جنايته حتى أدل على عفوي وإحساني. صخر من البيت استعارة، ووضح نوعها. استحلي جنايته، هنا استحلي جنايته استعارة مكنية، يبقى 24 خدنا رقم جيم. 25 قال الشاعر وبي ظمأ يفنى الزمان وينقضي وليس له يوما سوى حبكم حسب. صخر من البيت استعارة تصريحية، ووضح قيمتها الفنية. ولي ظمأ، ظمأ يعني اشتياق، يبقى ده استعارة تصريحية، ما ينفعش ينقضي ولا يفنى ولا حبكم ظمأ، يبقى يوحي باشتياق الشاعر، يبقى احنا خدنا رقم باء. 26 قال الشاعر دمياط يا نجوى الشراع ويا هتاف الموجتين النيل يقبل بالمنى والبحر يعتق باليدين. عد سر جمال الاستعارات المكنية الواردة في البيتين. هنا طبعا النيل يقبل، النيل إنسان يقبل، يبقى شبه النيل بشخص، شخص النيل، شبه النيل بعاقل. والبحر يغدق، البحر إنسان يغدق أي يكسر العطاء، يبقى هنا تشخيص، يبقى الاستعارات المكنية سر جمالها التشخيص. يبقى 26 خدنا رقم ألف. صفحة 35 من كتاب الكتاب البرهان تدريبات على أنواع الاستعارة. لو أنت أول مرة تدخل معانا الفيديو، من حين تدريبات كتاب البرهان للصف الأول الثانوي. لو أنت مشتركتش معانا في القناة انزل اشترك معانا وفعل زر الجرس حتى يصلك كل جديد. قناة عاشق الضاد والنحو قناة متخصصة في حل تدريبات الكتب المختلفة للمرحلة الثانوية. إن شاء الله معانا تحقق درجة متميزة. 27 صفحة 35 من كتابنا كتاب البرهان قال الشاعر كم كريم أزرى به الدهر يوما ولئيم تسعى إليه الوفود. حدد نوع الصورة الواردة في البيت السابق واذكر قيمتها الفنية. هنا طبعا مفيش تشبيه، هنا استعارة مكنية، يعني شبه اللئيم تسعى إليه الوفود، هنا طبعا استعارة مكنية بتوضح المعنى وتشخيصه، يبقى احنا خدنا رقم باء. 28 قال الشاعر رأتني فألفت شعرها على 28 قال الشاعر رأتني فألقت شعرها على نحرها فقلت لها زيح اللثام عن الدر. حدد نوع الصورة الواردة في البيت السابق واذكر سر جمالها. طبعا زيح اللثام عن الدر، الدر المقصود بها النحر، هنا طبعا استعارة تصريحية سر جمالها التوضيح.
بال 28 خدنا رقم ده 28. قال الشاعر بني الغرب إن الشرق هاجت دراغمه، فهل في بلاد الله أزد تقاومه؟ هذه النوع صورة في البيت السابق، عندي الدراغم والأزد. هنا عندي كده استعارة تصريحية في كلمة الايه الدراغم. ما ينفعش طبعا لا مكنية ولا مكنية، ولا ما ينفعش كلمة الشرق، يبقى احنا هناخد رقم ألف. يبقى الدراغم المقصود بها اللي هي المقصود بها الايه الدرغم او الدرغام الايه الاسد، وأزد برضو الدلالة على الايه دي او بتشير الى الجنود، يبقى احنا كده هناخد رقم ألف. 30. قال الشاعر وكم من عائب قولا سليما وآفته من الفهم السقيم. هذه النوع الصورة الواردة في البيت السابق، آفته من الفهم السقيم. هنا استعارة مكنية، شبه الفهم بآفة تصيب الايه الانسان، يبقى انا هناخد استعارة مكنية. يبقى 30 خدنا رقم ألف. أتمنى إن شاء الله تكون استفدت معايا. لو عجبك الفيديو إعجاب وشارك الفيديو مع زملائك، وانتظرنا في القادم إن شاء الله.